بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم على البركه ايها الاخوه، ينطلق شوط ما شاء الله من انطلاقات الخير والبركه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق والناموس للمشاركين. شوطنا الحادي عشر هو الشوط الاول للابكار الصعوب، نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس. المركز الاول غياهيب علي بن سيف محمد الكعبي، النقل على المركز الثاني هناك جيلان لأحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، وفي المركز الثالث من الجانب الآخر الشاهيني محمد بن عبد الله الغويس السويدي، وفي المركز الرابع هناك شعار محمد بن خليفة بن حسين. ها هي النتيجة يا غياهيب، ها هي النتيجة يا غياهيب. علي بن سيف بن محمد الكعبي المسيطر حتى هذه اللحظات على مقدمة هذا الشوط، جيلان على المركز الثاني لأحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، وفي المركز الثالث هناك شعار الغويس، شعار الغويس اللي يقترب من هذا الحدث مع الشاهيني عبد الله بن محمد الغويس السويدي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة. يا سلام يا سلام، جيلان 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 هي على المركز الأول، أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب، المركز الثاني غياهيب غياهيب غياهيب، علي بن سيف بن محمد الكعبي. وصلكم لغويس، وصلكم لغويس مع الشاهيني عبد الله بن محمد الغويس السويدي. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. الله الله، أشوف أشوف اللحظات الأخيرة، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. يا سلام يا جيلان وغياهيب، غياهيب وجيلان، المئتين المتر الأخيرة التي تفصلنا عن خط النهاية. بن غريب ولا الكعبي، بن غريب ولا الكعبي، جيلان يا جيلان هي على المركز الأول. الله 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 الله، تهانينا أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. الشوط الأول لألبكار الصعوب يذهب إلى بن غريب، شكرا بوشاب. أحمد بن صلاح بن أحمد بن غريب. المركز الثاني علي بن سيف بن محمد الكعبي. المركز الثالث شعار عبد الله بن محمد الغويس، تكتين 19 ثاني 52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.